ازيكم؟ حلقه جديده من حلقات شارع النهار. شارع النهار بيجي من يوم السبت للاربع. النهارده في شارع النهار عندنا فقرات هتبقى مختلفه، وهنتكلم في حاجه جديده ما اتكلمناش عليها قبل كده. شارع النهار النهارده هيبقى فيها الفقره الثابته، وهي فقره المطبخ. ليكي في المطبخ يا انجي؟ يعني بحاول شويه. لا يا انجي فوقي كده. ليكي في المطبخ؟ اه تعرفي تدخلي تعملي اكل وبتاع؟ اه اكيد طبعا. ايه اكتر حاجه انت بتحبيها بصراحه؟ اكتر حاجه بتحبيها وما بتعرفيش تعمليها؟ بحب اقلى الملوخيه. ما بتعرفيش تعمليها؟ ما اعرفش اعملها، يعني انا بحبها جدا ما اعرفش اعملها. امينه تعرفي تعملي ملوخيه؟ لا بصراحه. ايه تاني؟ هرجع لك دلوقتي. بحب اكتر برضه حاجه بحبها مش عاملها. اه ايه؟ لا بعد كده اي حاجه بعملها عادي. تعرفي تعملي حمام مثلا محشي بالفريك ولا حاجه؟ اه طبعا. يس امينه. انا ماليش في الاكل ده بصراحه. حلوه قوي امينه بقى. طب خلاص يبقى انت هتعلميها. يبقى انا هعمل كده وهي هتعلمك بقى الحاجات الهيلثي. مشرفني ومنورني فقره المطبخ الفقره الثابته امينه عمر. امينه عمر الحلو في الموضوع ان هي بتعمل كل حاجه هيلثي، كل حاجه صحيه، الشوكولاتات الصحيه والحاجات دي كلها. استاذ احمد ليك في الشوكولاتات الصحيه؟ والله انا متذوق للشوكولاتات الصحيه. اه يعني النهارده يعني بما انه متذوق يبقى هو النهارده انت يعني اندر ستريس. ايه امينه بتعملي ايه بالظبط؟ انا يعني ببليف ان ممكن اي حاجه اكل عادي ممكن ان احنا نقدر نعمله in a healthy way. بالذات الحاجات الديزرتس الناس كتير مش بتتوقع ان احنا ممكن نعملها healthy. فساعتها فكرت انا وصاحبتي ان احنا ممكن نعمل حاجه نحط نفسنا مكان الناس، اللي هو لما يجي لنا كريفنجز ان احنا عايزين ناكل حاجه مسكره، طب ايه الاوبشن الهيلثي اللي ممكن نلاقيه؟ فعملنا حاجه اسمها باي اي ام سكويرد. حلو، دي هنتكلم عليها بالتفصيل. اه بس ان احنا بنوفر دايما الهيلثي اوبشنز السهله. انا عايز اقول لكم ان اللي هي عملته واللي عملته هي واصحابها ليها استراتيجيه رائعه هقول لكم عليها معاها في فقره المطبخ. هيبقى مشرفني منورني انجي الشاذلي. انجي الشاذلي يعني طبعا ناس يعني اللي عارفينها عارفين ان هي اول مصوره افلام اكشن. فانت يعني بس انت اللي يشوفك وانت هاديه كده يا انجي. خالص لا خالص، بس الكلام ده كله جايين بس احنا بقى النهارده يعني احنا قررنا ان احنا نشيل بقى اول مصوره وكده، لان خلاص البنات ما شاء الله الله اكبر بقوا الاوائل في حاجات كتيره جدا. ما بقاش فيه خلاص البارير ده وما بقاش فيه العائق ده. فالنهارده انجي هتكلمنا على ايه يا انجي؟ بصور مشاهد الاكشن في الافلام والمسلسلات والمشاهد اللي بتبقى خطر شويه. حاضر يلا. بصور مشاهد الاكشن في الافلام والمسلسلات والحاجات اللي هي خطر شويه كده، ان هي مش اي مصور يبقى واقف قدامها او ان هو يصورها يعني. وما تخافيش يا انجي؟ او انا كنت بخاف اكيد، بس يعني احنا في التيم عندنا في حسابات بقى للانفجار او لقلبة عربيه او لحاجه صعبه زي دي ليها حساباتها طبعا يعني. صعب جدا، انا مش قادره اتخيل ان ممكن يبقى في حد مثلا واقف وعارف ان في انفجار هيتم، وحتى لو هو واخد احتياطاته. ما مش انا لا تمام. خلاص هتقول لنا ازاي. ومشرفني منورني في شارع النهار الناقد الفني احمد سعد الدين. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، شرفتني في شارع النهار. والشرف ليا. استاذ احمد سعد الدين النهارده هيكلمنا على ست افلام، ايه هم بقى؟ والله الافلام الموجوده دلوقتي في لص بغداد، في يوم اهي صورت ما لسه. ما احنا لسه بقى نتكلم على الاكشن. صورت لسه الكلام هيبقى ما بيننا كتير. تمام. لان معظم الافلام الموجوده دلوقتي باستثناء فيلم واحد يمكن معظمه فيه اكشن. حقيقي الافلام الموجوده في السوق حاليا زي يوم وليله، لس بغداد، بنات ثانوي، يمكن هو بنات ثانوي الوحيد اللي لسه بعيد واخد شويه جنب شويه كده لسه. وهكذا الفلوس. طب ايه رايك في لص بغداد؟ لص بغداد انا شفت الفيلم. هاتوا الكاميرا على انجي. انا شفت الفيلم. الفيلم البطل فيه هو التصوير والاكشن اللي فيه. خلاص حلو قوي، هنوقف كده علشان ما نحرقش الفقره. معانا فقره، معانا فقره ثانيه هي الفقره للاطفال. هنقعد نلعب مع الاطفال، وزي ما احنا معودينكم ان احنا اللعبه النهارده هتبقى لعبه بنفكر فيها. وي بلاي تو ليرن، احنا بنلعب علشان نتعلم. وطبعا اللي هقدم لها الفقره دي يعني انا اللي هقدمها لكم من خلال الاكثر الحاجات المفضله. فلافي بير بتقدم لعبه النهارده زي ما احنا قلنا، احنا بنلعب اللعب الجماعيه عشان يبقى في تواصل اجتماعي عن طريق اللعب. فهيبقى معايا النهارده طفلين، اعتقد الفقره دي هيحبوها الكبار والصغيرين. وحاجه كده صغيره، نصيحه صغيره للبصره هنقولها لكم في موارد. بصوا بقى، احنا في شارع النهار واحنا قبل ما بنبدا فقراتنا بيجي لنا صور، اوكي انا طبعا ببقى مختارها يعني، وبنقعد نتناقش فيها مع بعض. هنشوف مع بعض الصور على الشاشه ونتناقش فيها. يلا بينا.
اول صوره. حلو قوي. في محلات كتيره في بريطانيا دلوقتي نزلت زي ما تقولوا كده هديه. الهديه دي فاضيه لكل واحد انت بتقولي له تحب اجيب لك ايه في عيد ميلادك يقول لك لا والله مش عايز حاجه. فقاموا منزلين حاجه اسمها nothing، خلاص علبه كده فيها nothing، بحيث ان انت تقدميها لكل واحد يقول لك انا مش عايز حاجه. والجدير بالذكر انها بتتباع بشكل غير طبيعي. فافرضي واحد جاب لك هديه، انت قلتي لحد مثلا اي حد، انا مثلا خطيبتي اي حد تقولي حسام انت عايز ايه، اقول لها لا ميرسي مش عايز حاجه وما جابت لي دي، تعملي ايه انجي؟ لا هدي، انا بحب الهدايا. ما تقوليش في الاول. ما تقوليش في الاول، ممكن تقولي في الاول لا بس من جواكي بصراحه. انا عارف البنات لا، هو في الاول اكيد هقول لا او ازاي ما ينفعش، بس من جوايا نفسي اكيد. استاذ احمد ممكن بقى لو واحدة قالت لك لا وفعلا ما تجيب لهاش او تجيب لها حاجة مكتوب عليها لا. هو في نقطة بس قبل ما ندخل في هذا السؤال، لو بتتكلم على المنطقة العربية احنا دايما نرفض في البداية وبعدين لازم يتم الإصرار فاحنا نجيب. في الغرب يا انا عايز يا لا، لكن في المنطقة العربية طبعا هتقول لا. لو قالت كده عندنا مشكلة تانية، لازم اجيب لها حاجة ولا هتقول عليا بخيل، هتقول عليا مش فلازم اجيب لها حاجه، بس ايه هي اللي هي عايزاه ده بقى نتناقش فيه بعد الهديه ما بتيجي. صح صح والله. امينه لا يعني انا لو حد قال لي لا بس برضه هجيب يعني، وهياخدها في الاخر كده كده او تاخدها. بس انت ايه رايك في ان العلبه دي بتتباع؟ هي الفكره غريبه بس بتتباع. قالك بقى فكره روعه، هي ممكن مشاكل. ممكن الصحاب يهزروا مع بعض كده بيها جاب لك يعني. طب بصوا في صوره ثانيه، انا بقى مش هقول لكم هي بتعبر عن ايه، كل واحد فيكم يقول لي هو شايفها ازاي بطريقته. يلا بينا. أنا لحظة صمت لمدة 15 ثواني. بصوا كويس على الصورة. الحب العطاء لا ينتهي. هما يعني شايفينها كده. أنت شايفاها إيه إنجي؟ يعني أنا شايفها يعني لازم من الكلام اللي كان موجود ولا أقولي اللي أنا شايفاه؟ لا قولي اللي أنت شايفاه. لا أولا اللي أنا شايفاه إن هي يعني الحمار نفسه تعبان وهي برضو تعبانة، فهو بيحاول يسندهم هما الاثنين وبيساعدهم. أنا ما شفتهاش كده خالص. أنا شفتها بيساعدهم. يعني نجيب الصورة تاني كده ونقول رأيك. أنا ما شفتهاش كده، تصدقيني شفتها بطريقة تانية خالص. الحمار تعبان وزوجته تعبانة فهو بيحاول يسندهم. وهو بيحاول يسندهم هما الاثنين. أمينة أنت شفتيها إزاي؟ حسيت ان هو في سبورت جامد قوي منه للفاميلي، كان هو شايل العيله كده او يعني مراته، في حب كده. حضرتك شفتها ازاي يا استاذه؟ تكريم المراه والحب بيدي تكريم للمراه بدليل ان هو اللي واقف وهي راكبه وبيحاول يسندها كده. انتوا عارفين انا شفتها ازاي او مش شفتها؟ انا شفتها ان هو راجل ظهره منحني فمش عارف يشوف الطريق، وهي اللي بتجايد هيم للطريق. الست هي اللي بتقول له الطريق اهو، فهو ماشي كده وهو منحني، فهي قد ايه السيده سبورت لي او السيده دعم لي. فسبحان الله شوفوا الصوره لما بتظهر كل واحد فينا بيشوفها. انت شفتي ان الاثنين تعبانين وهو اللي بيحاول يسبورت، انا شفت ان هي اللي بتسبورت لان هو باصص في الارض مش قادر يشوف الطريق. حضرتك بتشوف ان السيده مقرمه، هو بيكرمها السيده مقرمه، وانت بتشوفي ان هو تعب الحياه وان هو سبورت الفاميلي العيله اللي كلها دعم. ففكره حلوه جدا. انا الصوره عجباني جدا. في صور ثانيه ولا نطلع على الفقرات؟ نطلع على الفقرات. هيبقى مشرفني ومنورني أبينا عمر، هتعمل لنا احلى اكل صحي. انجي الشاذلي هتتكلم على افلام الاكشن وهي ايه اكتر موقف خوفها وايه اكتر حاجات كانت بالنسبه لها سهله. الناقد احمد سعد الدين هيكلمنا على الافلام الموجوده، هنتكلم على شويه نصايح كده للبشره. هنلعب مع الاطفال وبلاي تو ليرن، احنا بنلعب علشان نفكر. فقرات كتيره جدا جدا في شارع النهار على قناه نهار. استنوا ورجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي فقرة المطبخ وهي الفقرة الثابتة. هيبقى مشرفني منورني فيها أمينة عمر. ازيك يا أمينة؟ تمام الحمد لله. أخبارك إيه؟ تمام الحمد. هتعملي لنا إيه النهاردة يا أمينة؟ هنعمل هيلثي جوي براونيز. هتعملي حاجات صحية؟ حاجات صحية كلها. أيوه. هنعمل براونيز، تشوكلت براونيز، هنعمل الباور بيلز، وهنعمل هيلثي هوت شوكليت، وهنعمل برضو فيجن شوكليت صوص. طب أنا بقى هترجم لكم علشان أمينة. باور
بيلز اللي هي زي كده زي الكور الصغيره قوي اللي مليانه شوكولاته وكده بتدي باور. المفروض ان هي تعمل ده بحاجه هيلثي، وكل الناس اللي ما بتحبش الحاجات البروتين او كده هتستخدم لنا الحاجات الفيجن، الحاجات البروتين فري يعني اللي من غير البروتين، وهتعمل لنا بيها حاجات حلوه، وهتعمل لنا زي كاكاو كده بشكل معين، وكل حاجه اللي انت بتعمليها صحيه. بالظبط. يلا بينا، قولي للناس المكونات. اول حاجه هنعمل البراونيز، هنحتاج بيض وقرفة، بينوت باتر وكوكونت اويل. بينوت باتر هي زبدة فول سوداني، ممكن اي نوت باتر تانية لو حد ما بيحبش اي زبدة سوداني. زبدة الفول السوداني او اي زبدة انتوا بتستخدموها، اي حاجة زبدة اللوز. بالظبط. والكوكونت اويل برضو ممكن نستعمل زيت جوز هند او ممكن نستعمل زيت عادي. حلوة قوي. تمام. وممكن نشيل البينوت باتر والكوكونت اويل نستعمل مكانهم معلقتين زيت عادي. طيب. بدل الاثنين دول. ودقيق القمح الكامل اللي هو الهول ويت فلور، ومعانا كاكاو خام ما فيهوش سكر طبعا. بيض معانا، بيض، وطبعا المكونات كلها طالعه على الشاشه. معانا بيض، معانا زبده فول السوداني، قرفه، عسل، زيت جوز الهند. زيت جوز الهند ده هو فعلا زيت جوز الهند ده، الناس اللي ما بتعرفش، بس هو بيبقى شكله اهو، بيبقى شكله كده في الشتاء. طيب. وعندنا وعندنا دقيق، وعندنا كاكاو. لو انتوا النهارده مش عايزين ولا تستخدموا زبده فول السوداني وزيت جوز الهند، بتستخدموا معلقتين زيت عادي جدا، واللي مش بيحب زبده فول السوداني ممكن يستخدم اي زبده ثانيه، زبده القوس. بالظبط. اتفضلي. اول حاجه هنحط البيض. أوكي. البيض برضو يعني كل حاجه هحاول ان انا اقول لو ليها بديل تاني، عشان يعني دلوقتي بقى في ناس عندها الرجيز وحاجات كده، عندها حساسيه. بالظبط. امينه وانت بتحطي الحاجه انا هتكلم معاكي، بس انت كيب بالانس حطي. تمام. انت ايه اللي خلاكي تحبي اشتغلي عادي؟ تمام. ايه اللي خلاكي تحبي تعملي الحاجات دي كلها؟ ايه اصلا الانستجرام بيج بتاعتك لو في اي حد عايز يدخل يعرف وصفات صحيه حاجات حلوه؟ احنا انستجرام بيج بتاعتنا اسمها باي اي ام سكويرد. الانستجرام بيج دي عملتها انا وصاحبتي علشان احنا انترستد قوي في ال اي ام سكوير. باي اي ام سكوير. سكوير دي يعني كلمه سكوير بتتكتب ولا حرف اتنين؟ لا حرف اتنين. اوكي. علشان هو انا وهي، هي صاحبتي اسمها مرام، ومامتنا يعني بيساعدونا برضو لازم. ف امينه، امينه، امينه ومرام، اماني ومنال، فاحنا الاربعه. حلوه قوي الموضوع ده، كملي انت. اللي هي الام وبنتها، والام وبنتها امينه واماني ومرام ومنال ومنال. فاي ام اي سكوير يعني ايه في اثنين، وام في اثنين، فاي سكوير واي سكوير يعني اي 2 ام 2 اي ام سكوير. حلوه قوي. وحطينا في حاجه اسمها حلويات صحيه. طبعا كل حاجة عادي ممكن تتعمل هيلثي، مفيش أي مشكلة خالص. كوكيز، براونيز، بسكوت، أي حاجة، أي حاجة ممكن تتعمل عادي هيلثي. حلوة قوي، لأن أنت فعلا أنت في الوصفة دي ما استخدمتيش أي زيت خالص ولا سكر. لا. يعني كل حاجات على قد ما تقدري صحية. بالظبط. طيب هتحطي دلوقتي العسل. هحط العسل. أوكي. احنا هنحط يعني السوائل كلها وبعدين نقلبها، وبعدين بعد كده بقى نحط الكاكاو والدقيق. يعني هتحطي زيت جوز الهند دلوقتي؟ هحطه برضه. سهل ده، يبقى انتوا هتحطوا السوائل كلها وبعد كده هتقوموا حاطين الحاجات الباودرز. بالظبط. حلو قوي. طيب وايه بقى اللي خلاكوا تبداوا المشروع ده؟ ايه ام سكوير؟ اوكي. هو انا اصلا بدرس عماره، وهي صاحبتي بتشتغل وبتشتغل كوتش كمان. فهي يعني احنا الاثنين حياتنا تقريبا بره البيت على طول. حلو. ففكرنا ايه الحاجه اللي ممكن تساعد الناس ان هم يبقى عندهم على طول هيلثي سناكس افيلبل في اي وقت، مش ان هم يضطروا انهم يشتروا حاجات كلها بروسيس فود وفيها بريزرفاتيفز والكلام ده كله. فقررنا ان احنا نفس الحاجات اللي احنا بنعملها لنفسنا واحنا نازلين، ان احنا ممكن نوفر الحاجات دي للناس، ممكن تجيبها من سالادز، ديزرتس، لو حد عنده سلطات، لحاجات حلويات. بالظبط. للحاجات دي كلها انتوا اللي بتعملوها. بالزبط. علشان خاطر. طب وايه اللي خلى امهاتكم تساعدكم؟ طيب عشان هم اصلا يعني احنا من واحنا صغيرين احنا في بعض من التمرين، احنا كنا بنلعب تنس مع بعض. حلو. ومن واحنا صغيرين وهم على طول بيركزوا في اكلنا، ايه اللي المفروض ناكله، الخضار اكتر، ايه الحاجات اللي بتتعبنا، فبيحاولوا يدوروا لنا على بدايل ليها وهكذا. فهم يعني انترستد جدا اكتر مننا اصلا. حلو. في الموضوع. حلو الكلام ده. بالظبط. طب قولي لي انت وانت بتعملي، انت اصلا بتدرسي يا امينه؟ انا بدرس عماره. عماره ابعد ما يكون عن المطبخ. بس ابتديتي تحبي المطبخ من انت بتعملي الحاجات دي كلها؟ انا كنت زمان ولا ليا خالص في المطبخ، لو دخلت اعمل اومليت يبقى كده تمام يعني.
بس اللي خلاني اركز اكتر في موضوع الاكل ده غير التمرين من زمان وكده انه حصل لي مشاكل في القولون وبقت بيأثر على اكلي، فقررت ان انا لازم اشوف ايه اللي بيتعبني والاقي له بدائل عشان ما احرمش نفسي من حاجه يعني. فبناء انا ده اللي خلاكي تعملي المشروع، بلس انك انت وصاحبتك بره اسمها ايه؟ مرام. مرام يا مرام، كل التحيه ليك يا مرام. كان نفسي تبقى معايا اكيد زين صف. المره الجايه بقى تبقى مرام تجي لنا بقى تعمل لنا حاجه، وبرضه تتكلم على ايه؟ ام سكوير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلاص انت بتعملي كده وبعدين كده احنا حطينا، ما عملناش اي حاجه غير ان احنا حطينا كل الانجريدينتس على بعض، بس ممكن بس بعد كده نقلب بس بالمعلقه الحاجات اللي على الجنب. امسكي سباتولا. يبقى احنا كده يا جماعه جبنا لو انا فاكر البيض، القرفه، الكاكاو، الدقيق، زبده فول السوداني، العسل، جوز الهند. لو انتم مش حابين ولا جوز ولا جوز الهند ولا زبده الفول السوداني، معلقتين زيت او زبده الفول السوداني ممكن تعملوا بدلها زبده الجوز اللوز. زبده اللوز. ايه رايك؟ تمام، برافو. اي خدمه. كليه ايه انت؟ انا في هندسه عين شمس. هندسه. ربنا يوفقك يا رب. يا رب ان شاء الله. طيب محتاجين نسرع يا استاذه. اوكي خلاص كده هنحطها بقى. يكون عندنا صينيه نحط فيها ورقه زبده. اوكي اعمل لك الفرن على كام؟ لان انت اكيد هتعوزي فرن. 180. 180 وهنسيبها 20 دقيقه المفروض. اوكي اعتبريه حصل. تمام. ها طب وقولي لي، مامتك بتساعدك بقى؟ اه طبعا انا بتعلم كل حاجه منها اصلا يعني. ايه اكتر حاجه مامتك بتعرف تعملها جدا وعمرك ما وصلتي؟ طبعا احنا عمرنا ما هنوصل زي امهاتنا ديفينتلي، بس اكتر حاجه نفسك تتعلميها منها؟ جنرالي البيكريز، يا كلها كل الحاجات البيكري بصراحة. لا ده هي بقى يعني تتفضل تبقى معانا بقى يعني، هي في حلقه تانية بقى تبقى معانا بقى تعمل لنا بقى. بتعرف تعمل بيتزا؟ بتعمل بيتزا، بتعمل هيلثي بيتزا وبتعمل هيلثي توست. قلت لي مامتك اسمها ايه؟ منى. اماني. اوكي يا طنط اماني، ان شاء الله باذن الله هتبقي معانا في فقره من الفقرات، هتعمل لنا بيتزا وهاخد واحده هديه. انا قلت لها تيجي بس هي بتتكسف تقريبا فمش عايزه كده. بس ازاي بقى، ازاي هي بتعمل بيتزا وكده وانت بتعملي اكل هيلثي وبتاع؟ لا ما هو كل ده هيلثي برضه بتعمله بذمتك؟ اه والله. اوكي يعني انتوا ما بتعملوش يعني محشيات؟ كل حاجه لا بنعمل، لا عادي يعني ممكن من وقت للتاني كده لازم المحشي هيلثي؟ لا مش هيلثي بقى يعني. يا طنط اماني ما ينفعش كده، احنا لو ما كانتش الزبده والسمنه. طب انت عارفه ان هي هتعمل حسابها بجد ان هي هتبقى معانا في حلقه ثانيه هتعمل لنا بيتزا؟ انت دبستها كده. ده قرار خلاص، ما هي عمرها ما هتقولي لا انا متاكد. لا مش هتقولك صح. ها وبعد بس كده خلاص هنسيبها بقى في بس عشان بيوقع معلش. ها هنسيبها بقى لمده 20 دقيقه. اوكي طيب تمام. يبقى هو ده الشكل يا جماعه، اسهل حاجه اهو، هو ده الشكل اسهل حاجه في الدنيا، ان هي حطت البيض مع العسل مع الكاكاو اهو، البيض مع العسل مع الكاكاو مع زبده فول السوداني مع زيت جوز الهند مع القرفه مع الدقيق، قلبتهم كلهم على بعض لحد ما بقى عامل زي العجينه. هتحطهم درجه حراره 180 لمده قد ايه؟ 20 دقيقه. حلوه قوي. هنقول لكم في الاخر هتطلع عامله ازاي، مش دلوقتي. بس انت بقى دلوقتي هتعملي ايه؟ هنعمل الباور بيلز. دي بنحط فيها عجوه. ايوه اوكي. دي معلش هتعملي ايه قولي لي تاني؟ باور بيلز اللي هي باور بيلز اللي هي الباور طاقه. باور بيلز اللي هي اللي هي زي كده كبسولات الطاقه. بالزبط. بتدي طاقه لو في احنا مسمينها كده، بس هي اكتر يعني الناس بتقول عليها انرجي بايتس او اللي هي كرات الطاقه، عشان هي بتدي انرجي حلوه جدا. كرات الطاقه ده لو انت ابنك او بنتك عندهم اي حاله خمول او ما بيذاكروش او كده تدي لهم ده، فعلا فعلا بيفوق بشكل غير طبيعي. بالزبط. عملتي ايه؟ احنا هنحط كل الحاجات على بعض برده ما فيهاش اي حاجه، هنحط العجوه وهنحط الكوكونت اويل وهنحط ويت جيرم اللي هو جنين قمح. يبقى هتحطي زيت جوز الهند وزيت جنين القمح. جنين قمح ده حبوب عادي. حبوب مش زيت. اوكي وهنحط كوكونت برضو عادي. يبقى جوز هند. جوز هند و فلاكس سيدز اللي هي بذور الكتان. بذر الكتان. بالظبط. يبقى احنا دلوقتي حطينا العجوه وحطينا بذر الكتان، حطينا زيت جوز الهند وشوفان وشوفان وجنين القمح وقرفه. وقرفه حلوه قوي ده. انا بس ما قلتش على كنت البيض، انه لو حد عايز يستعمل حاجه تانية بدل البيض في البراونيز ممكن في حاجه اسمها فلاكس اكس. فلاكس اكس دي عباره عن فلاكس سيدز اللي هي بذور الكتان، المعلقه منها كبيره، معلقه كبيره بذور كتان على معلقتين ونص كبار ميه. دي بتعمل يعني دي كده بتبدل البيضه.
ده للناس لو حد بيبقى عايز ده في الوصفه اللي فاتت. بالظبط، لو حد مش عايز يستعمل بيض. طيب احنا دلوقتي هنعيد مع بعض تاني الوصفه دي، لان انا خايف ان انتوا تتلخبطوا باللي هي قالته دلوقتي. دي ما فيهاش بيض خالص، دي فيها شوفان، فيها زيت جوز هند، فيها بذر الكتان، فيها فيها العجوه، فيها الجنين، القمح، فيها قرفه. 6 حاجات هنحطهم كده، وبالجوانتي كده نقوم مدخلينهم كلهم على بعض علشان تبقى ماسكه نفسها وتقدر تعمل كوره. صح ولا غلط؟ بالظبط. بس كده ولا بس كده ولا اي حاجه تانية؟ بس بنقعد بقى يعني نعملها كتير المفروض، وبس عشان الوقت لحد ما توصل. خلاص لغايه ما توصل، لغايه ما كل ده المفروض يتمزج مع بعض. بس ومفروض ان احنا نعملها بقى على شكل بولز. هايل 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 كده. في بقى كذا فكره ان احنا ممكن يعني بعد ما بتبقى شكلها بول كده، ممكن ان احنا نحطها مثلا في الجوز الهند علشان يعني يبقى ليها طعم مختلف، او ممكن نحطها برده في ويت جيرم اللي هو جنين القمح، بتبقى كرانشي كده شويه وبتبقى ليها تكستشر حلوه يعني. هاتي هاتيها كده. تمام اهي. اوكي هقول لك ليه. بس كده اهي. يلا اهي بصوا، هي دي شكلها اهي، دي شكلها في الاخر. بتحطيها في التلاجة او حاجه يا امينه؟ بعد بقى ما بنعملها نسيبها في التلاجة ممكن ساعه بس عشان تمسك نفسها وكده، ولا كده فيها زيت جوز هند فهتمسك نفسها. ايه الحاجه الثالثه؟ هنعمل دلوقتي الهوت شوكليت. هتعملي بطريقه كاكاو مختلفه بالشوكولاتة. شويه ايه بطريقه مختلفه؟ قولي المكونات. طيب اول حاجه هنحط كاكاو 2 معلقة. اوكي احنا بنعمل ده يعني مقدار 2 كوباية. ماشي. فهو طب ايه يعني ايه فكره انك جايه هنا تعملي كاكاو؟ ليه ايه هيبقى الكاكاو بتاعك مختلف؟ هو في هنحط عليه قرفه. اوكي هنحط عليه قرفه وهنحط عليه جنزبيل، وجنزبيل دي ممكن حاجه غريبه على هوت شوكليت. الحاجات دي فيها انتي اوكسيدنتس كويسه قوي، فيها حاجات مضاده للاكسده بالظبط، وفي نفس الوقت يعني طعمه حلو جدا وهيلثي ما فيهوش اي حاجه. احنا بنحط كل حاجه على بعض. حلو قوي. وعلشان نخليه تقيل زي الهوت شوكليت اللي الناس بتشربه عادي، ممكن بتحط عليه كريمه بقى، بيحطوا الحاجات دي كلها، هنحط عليه دقيق شوفان. بجد 2 معلقة. بقول لك بيبقى طعمه ما بيبانش خالص وبيبقى حلو جدا. امينه هو إيه؟ هو اللي انت حطيتيها في اول وصفه دي دقيق شوفان؟ لا هو دقيق عادي، دقيق قمح كامل اسمه. اوكي مش الدقيق الابيض، اسمه دقيق قمح كامل، هول ويت فلاور. بس لو حد عنده مثلا مشكله من الالرجي من الجلوتين ممكن يستعمل دقيق شوفان بداله، بيبقى جلوتين فري، موجود في السوبر ماركت عادي. وهتحطي عسل وحاجه كده؟ بس ممكن العسل بعد ما نقلب في الاخر. طيب خالص. سيبيني انا اقلب وانت قولي الحاجه الثالثه. الحاجه الثالثه معلش هنعمل يا أمينة. انا بقاطعك. الهوت شوكليت بتاعك اللي هو هوت شوكليت بتاع امينه عمر يا جماعه، المختلف عن اللي احنا عارفينه العادي، هيبقى فيه الكاكاو بالظبط والقرفه بالظبط والايه تاني معلش، ودقيق شوفان 2 معلقة، والقرفه هنحطها عيدان عشان تدي طعم حلو، وجنزبيل. وجنزبيل، الجنزبيل ده مش حاسه ان هو هيبقى لا بالعكس بيدي طعم كده يعني، فيه كده يعني حلو. طب يلا قولي الوصفه الرابعه. اوكي الوصفه الرابعه هو الفيجن شوكليت صوص. هو ما فيهوش اي حاجه غير ان هو معلقه نشا، معلقه كبيره نشا، وعليها ميه. فالمفروض ان احنا بس الاول التريك ان احنا نقلبها لوحدها النشا مع الميه. اوكي وبعدين هنحط مقادير قدامنا على الشاشه اهي يا جماعه. تمام. وبعدين هنحط معلقه عسل او على حسب المقدار يعني، العسل ده على حسب التحليه كل واحد، وكاكاو برضو وبس. هو كده. وبنسيبهم بقى بنقلبهم على النار شويه يعني، هنعمله ممكن بعد الشوكليت صوص. بنقلبهم على النار لغايه ما يوصل للتكستشر اللي هي بتاعه الصوص يعني. تاني قوليها تاني معلش. اوكي كاكاو ونشا وميه وعسل. كاكاو ده ايه ده؟ صوص. ده صوص هنحطه على البراونيز. هنحطه على البراونيز اللي احنا دلوقتي يا جماعه حاطينها في حاطينها في الفرن لمده قلتي قد ايه؟ مدة قد ايه؟ 20 دقيقة. طيب دي لسه خليها خلاص. انا بقى عايزين نطلع البراونز يا امينة اللي احنا عملناها. بس هنقلب ده. هاتي ماشي اطلعها انا. طلعي بقى للناس هناك. وري بقى كده الناس. انت هتحطي عليها الصوص؟ ها هنحط عليها الصوص. احنا عندنا اصلا الصوص جاهز كده كده، ممكن نحط. اوكي قدامنا اهي يا جماعه، شكلها رائع على فكره. بفكر اعمل حاجه. ايه؟ لا كملي بس سيبي لي شويه صوص في الاخر. تمام. الله تحفه. هو بس لو كانت حاجه ليها حرف. لا مش مشكله مش مشكله. تحفه. الله خدي بقى المنديل. مش مشكله مش مشكله.
انا جاي لك، جاي ساعتك لا تقلق. خلاص متصدقي ما خدتش وقت خالص؟ خالص، هي سهله جدا يعني المكونات. احنا بنحط الحاجه كلها على بعض ونقلب وبس. خلاص خلاص خلاص، مش مشكله. سيبي هاتي هاتي كرات الطاقه. اوكي اوكي، الله تحفه تحفه تحفه. ممكن برضو نحط عليها من الشوكليت صوص؟ لا انا بقى اللي هلعب مش انتي. لا براحتك، استني بقى حطي الكاكاو عبال ما انا اجي. بصوا يا جماعه، بصوا اهو، هو الشوكليت صوص ده يعني ممكن يتحط بقى على اي حاجه، اي حد بيكريف شوكليت ممكن يحطه على اي انا حاجة. هسيبه بقى، وعلى فكره حاسس ان هو خفيف، انا هسيب شويه بيه وشويه من غير علشان اللي مش عايز ياخد. اهو رائع، شكله رائع. بيتهيألي كده الكاكاو خلص. اظن كده خلاص. يلا هنعمل على طول، نفضيه بقى في الكوبايه. هاتي يا فندم. ماشي اتفضل. بس انا حاسس لسه مكلكع شويه ولا لسه؟ لا لا هو كده تمام يعني، ممكن نحطه كده مش مشكله. امسح. مش مشكله هناخده. بتحطي جواه بقى القرفه يا امينه؟ ممكن بعديها يعني العيدان نسيبها في الاخر ونحط. بس الريحه حاسبي ايدك، مش مشكله. سيبي سيبي خلاص، حاسبي ايدك مش مشكله، هنشيله اصلا. اوكي خلاص، اوكي هناخده كده. هي مشكله الشوكليت بس لازم بتطول. لا مش مشكله اهو. بصوا بقى يا جماعه، بصوا المنظر كده اهو، منظر رائع. شوكليت لافرز عملت لنا الكاكاو. شوكليت لافرز، ممكن نعمل كل حاجه شوكليت عادي جدا تكون هيلثي، مفيش اي مشكله. بصي بصي المنظر عامل ازاي، تحفه. لا انا عايز اوري الناس كده بقى، بصوا الله. ممكن بس حاجه نحط عليها لوز كمان، اللي هو المبشور ده من فوق. هيتي ده من فوق ده، حلو قوي. انا بس مش عارف ابدا بايه الاول، انا خايف اخد الكاكاو يضيع يضيع. لا لا بيبقى حلو عادي. لا يضيع طعم اللي انا هدوقه من هنا. فهمتي قصدي؟ فانا استني بقى هعمل ايه دلوقتي يا استاذه. ايوه امينه هدوق طبعا طبعا. هاخد دي بس مش هقدر اكلها كلها كده، واخدها بالصوص. ودي المفروض ان هي هيلثي. ايوه بصراحة. الله الشوكولاتة يا جماعة تحفة ومش تقيلة خالص يعني، مفيش حاجة. ندوق برضو دي اهي. طب وقولي لي ايه الناس تدخل باي اي ام 2 باي؟ لا باي اي ام سكويرد، مكتوبه يعني سكويرد عادي. بالاس. بالاس اس كيو. انا فاكر تو اي. لا هي يعني تو ده اللوجو بتاعنا، بس باي اي ام سكويرد مكتوبه. عجباني اكتر دي، تصدقي بجد حلوه جدا وسهله جدا لاي حد ياخدها. بس تخن قوي على فكره، طول ما احنا قاعدين هنفضل ناخد منها. ما هي بقى يعني، وهي اصليه الواحده منها بتشبع قوي عشان فيها حاجات كتير. السيدز دي كمان بتملى البطن، اللي هي بذر بذر الكتان وجنين الكتان والويت جيرم جنين القمح كل الكلام ده. وفي نفس الوقت نقدر نديها للاطفال بدل ما ياخدوا حاجات كلها دهون او كلها سمنه، مضمونه وارخص وفي نفس الوقت بتشبع بشكل غير طبيعي. امينه عمر انت شرفتيني ونورتيني. ميرسي. وسلمي لي بقى على مامتك طنط منال وطنط منال ومرام وطنط امينه أمين. امين. يلا بسلم عليكم كلكم. فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه نهار. ميرسي. انت اللي صورتي ده انجي؟ اكيد. يا انجي يعني ارحميلي يعني، ده انا يعني ده انا خفت لو في عربيه دخلت في الرصيف. انجي الشاذلي يا جماعه اول مصوره اكشن. بس طبعا انا بقى مش عايز افضل اقول هي اول مصوره، لان هي بقى لها بقى كتير جدا جدا بقت تعمل الحاجات دي كلها. بس زي ما انتم شايفين اكيد شغلانه مش سهله ابدا. ايه ايه انجي؟ الناس كلها بتقولي هو في ايه؟ هو في ايه؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه صحيح؟ بص يا سيدي، انا بصور مشاهد الاكشن في المسلسلات والافلام،
بس مش يعني مش انا اللي بصورها يعني I'm making يعني في ناس بتبقى فاكره بيختلط عليها الموضوع ان انا بصور المشهد نفسه، لا هو انا بصور الميكنج اللي ورا المشهد. يعني ايه ميكنج ورا المشهد عشان الناس ممكن ما تبقاش فاهمه؟ يعني بصور الكواليس، الكواليس اللي بتحصل فيها مشاهد الاكشن بتبقى عامله ازاي من بدايه ما احنا بنبدا نجهز لغايه ما بنوصل للصوره اللي الناس بتشوفها في الاخر. فالصوره اللي بتشوفها الناس في الاخر اكيد يعني مصورين متخصصين هم اللي بيعملوا ده، بس انا بصور بقى الكواليس بتاعه المشاهد دي كلها. اوكي، طب ايه اللي خلاكي انترستد قوي في حاجه زي دي؟ بص هو انا بطبعي يعني انا كإنز يعني ببقى حابه ان انا اعمل حاجات مختلفه كتير، او يبقى حتى لو انا في اي شغل تاني عايزه يبقى ليا كيان كده لوحدي، ايدنتيتي كده مختلفه عن بقيه الناس. بالظبط. اه، فلما بدات حتى تصوير في الاول خالص لقيت الموضوع الناس كلها بتصور بشكل الافراح مسلسلات افلام مش عارف ايه الحاجات اللي هي الطبيعي، فانا انا بحب اخرج عن الطبيعي كتير. هسالك سؤال جه في بالي كده، لو انت النهارده لا قدر الله لا قدر الله شفتي عربيه خبطت في رصيف فعلي حقيقي، فكرة حصل بتحسي بايه يعني؟ لا بتخافي بقى ولا؟ لا خلينا اقول لك ان هي حصلت من حوالي شهر. ها. ان فعلا كنت رايحه مشوار كده ففي عربيتين شفت حادثه شنيعه قدامي. ها. فانا وقفت على طول العربيه اللي انا كنت راكبها وقلت لها عايزه انزل بسرعه، لان انا من كتر ما انا بشتغل مع ماجايفر تيم واندرو ماكنزي ببقى عارفه احنا بنامن ازاي وبنعمل ايه بعد الحوادث. أوكي. ففعلا نزلت بسرعه ان انا الحق لو في بنزين في الارض او في اي حاجه بقعد ابدا اردمها، لو الكابلات بتاعه البطاريه ابدا اشيلها علشان ما يحصلش ماس فيحصل حاجه. فده بيبقى بالنسبه لي اول حاجه بعملها، بعد كده بطمن بقى على الناس اللي جوه، يعني بامن من بره وبعد كده اطمن على الناس اللي جوه. وده حصل فعلا، مامتي كانت معايا اتخضت اللي هو يعني اكتشفت فيكي حاجه كده. انا دايما بروح الشغل وبرجع من الشغل مش يعني فاهمه طبعا ان انت بتطلعي صوره حلوه، بس مش فاهمه ان ممكن تبقى بنتها يعني. اه الموضوع اصل الموضوع بص هو بيحصل حقيقي، فبالنسبه لي كنت الاول بخاف طبعا اكيد، بس بعد كده لقيت الموضوع لا هو مش خوف على قد ما انا اقدر اعمل حاجه لو اقدر اساعد حتى بيها. يعني الحادثه اللي حصلت قدامي دي قدرت اساعد حتى على الاقل بيها، ما سبتش الدنيا كده وخفت وهلحق اطلب بقى الاسعاف ولا مش عارف، لا بامن الناس الاول علشان ما يحصلش اي مشكله. الشغلانه دي غيرت فيك ايه يا انجي؟ خلت قلبي جامد شويه حقيقي، قلبي جامد شويه، عارفه اتصرف اكتر. مش هقول ما بخافش، احنا كلنا اكيد بنخاف يعني، ما ينفعش حد قلبه يموت او ما يخافش، اكيد بخاف بس ويتي شويه. يعني بالظبط. ده كان ايه يا انجي ده؟ كان في انهي بروجكت؟ ده في مسلسل هوجن. مسلسل هوجن؟ محمد امام. هو ايه اللي هيحصل دلوقتي بقى؟ هو المفروض ان المكان ده 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 انت يا انجي صح؟ هنجر كده، فبيفجروا الجزء اللي هيبقى في الاول. أوبا. ده اللي انا بقى ما كنتش انا عامله حسابه النار اللي كانت طالعه دي. اللي كانت طالعه قدامك حالا. بالظبط. لا بس دي مخاطره يعني، ده صعب برضه، شغلانه صعبه بجد يعني، ان انت تشوفي النار تبقى قدامك لحد هنا وانت عماله بتصوريها، اكيد انت بتنجوي بتبسطي وانت بتعملي ده، بس هي بقى شغلانه صعبه مش سهله. بص هي اكيد كل حاجه فيها ليها مميزاتها. بالظبط يعني هي صعبه شويه، بس انا اتعودت يعني، لقيت نفسي حتى يعني حتى لما حصل الانفجار اللي احنا شفناه ده انا ما كنتش عامله حسابي ان ده على فكره رمل فيه بنزين. فالمفروض علشان يدي الشكل النار تفرش قوي كده في الارض، فانا شفتها حتى بعيني فطلعت لورا شويه خلاص انا عرفت، وكانوا بيصوروا ما ينفعش توقف. يعيد ولا ينفع اقف ولا ينفع اعمل اي حاجه. ايه اكتر مشهد انت بجد خفتي منه جدا 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 برغم انك انت خلاص بقيتي يعني ليكي باع كبير جدا في الموضوع ده، بس بجد خفتي او قلقتي وهو بيتعامل او حاجه كده من فيلم ايه، او حسيتي بايه اللي هو انا قلقانه في ده؟ كان فيلم اسمه عقدة الخواجة. بيتر ميمي حسن الرداد. كان في حادثة كبيرة جدا، في ان احنا بنقلب عربية كبيرة ومع قلبة العربية دي في انفجار، فانا كنت حاسة ان الناس دي قريبة وانا قريبة، يعني حاسة ان العربية هتطلع وتكمل مع ان احنا بنبقى مأمنين، بس انا كنت حاسة بكده. وبصراحة الحمد لله يعني الموضوع ما وصلش المرحلة دي، بس يعني كنت خايفه يعني. دي كانت اكتر حاجه خايفه فيها بجد. كنت خايفه قوي، كنت قريبه قوي، وده المفروض الاثنين يتقلبوا، العربيه هتتقلب وبعد كده يحصل انفجار وراها. فده كنت خايفه منه قوي، لان ما بيحصل الحاجتين يعني ان العربيه تتقلب وانفجار وراها دي، فدي بالنسبه لي بتبقى في الوقت ده ببقى خايفه بصراحه، لان الموضوع يعني لو عربيه تتقلب بس تمام، انفجار لوحده ماشي، لو العربيه بتتقلب لوحدها تمام، لو انفجار لوحده تمام، الاثنين مع بعض ابتدت تخاف. بالظبط.
موضوع بقى صعب ومرعب يعني، ببقى واخده بالي من الانفجار واخده بالي من العربيه، ما كل العربيه دي اللي هتنفجر وهتتقلب وهيطلع منها حاجات بقى، ازاز بقى، اي حاجه تطير مش عارف ايه. انا والله انجي انا خايف من الصور اللي هتفرج عليها دلوقتي، انا خايف بس يعني تعالوا نشوف مع بعض الصور، نشوف انجي القعده الكيوت كده بتطلع لنا ايه. تعالوا نشوف الصور. اه لا ده صور عاديه، صور عاديه. طب انا افتكرتها صور فيديوز. ده الفيديوز كانت اقرا. انجي مع امير ده كان فين ده يا انجي؟ ده احنا كنا في كلبش 3. كلبش 3 اليوم ده كان يوم عنيف بصراحه، احنا اليوم ده برضو كنا بنكسر. انت بعد ما تقعديش بقى تقولي لي عنيف ولا مش عنيف، انا الصور دي انا بعد اللي انا شفته ده خلاص. ايه الصوره اللي بعد كده؟ احمد سقا بيتهيألي ده يعني يور بيست فريند يعني، طبعا صاحبك يعني جدا، صاحبي ومديري في الشغل برضو وكل حاجه. وعايزه اقول لك هو هو كان سبب رئيسي او بيلر في انك انت تبقي في المكان ده. لا بص خليني اقول لك، هو انا اساسا بشتغل مع عمرو ماجايفر، بعد كده انا شفته استاذ احمد قابلته في اول فيلم من 30 سنه. بعديها هو ما اكتشفنيش قوي، هو سقا اكتشفني في هروب اضطراري اكتر. اوكي. لما طلعت وراه بقى ال 42 كنا بنصور في ابراج في المعادي كبيره كده، فطلعت وراه، هو نزل من يعني نزل في الدور ال 42 المفروض نصور، فهو لقاني بقى انا ما عنديش اي مشكله، انا طالعه وراه ما عنديش اي مشكله انا بصور، فهو اتفاجئ بيا، فقرر ان انا من هنا نبقى مع بعض بقى طول الفتره اللي جايه. انا عايز اقول لكم بما ان ده حصل بين 30 سنه، هي فعلا دلوقتي انجي الشاذلي مع احمد السقا في فيلم، في صوره، الصوره كانت موجوده من فيلم اسمه العنكبوت، وده ان شاء الله باذن الله. حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي. ايه بقى؟ طب احكي لي. لا قولي. انا مش هينفع احرق بقى الحاجات بقى. قولي لي ايه اكتر حاجه فيه انت كنت قلقانه منه كمشهد يعني؟ لسه كان في مشهد من كام يوم بصراحه كان قوي جدا يعني. ايه بقى؟ مش هينفع أقول. مش هينفع تقولي؟ طب يا جماعه بس كان قوي وكان حلو قوي ان شاء الله يعني. انتظروا فيلم العنكبوت. طب اقول لك ايه انجي، سيبك بقى من التصوير والكلام ده كله، باباكي ومامتك لما مامتك، بعد كده نشوف باباكي. مامتك لما قلت لها ماما انا داخله وفي النهارده انفجار وبتتناقشي معاها؟ لا انا ما بقولهاش. يا لهوي. ما بقولهاش. انا ما بقولهاش، انا يعني حبيبتي يعني هي بتتفاجئ يا حبيبتي يعني. ايه المشهد اللي هي شافته وقالت لك زي اي ام يعني؟ انجي بقول لك ايه، سيبك بقى من الشغلانه دي مش عايزين. دي كانت هتحبسني. ايه كان في مشهد كده برضو انفجار قوي جدا. فين فيلم ايه بتاع ده؟ كان في فيلم اسمه الجيل الرابع، بس ده فيلم قديم شويه. الايه اسمه؟ الجيل الرابع. الجيل الرابع. فيلم قديم شويه، حوالي 5 6 سنين كده. مش قديم ولا حاجه، 5 6 سنين يعني. المهم الانفجار ده بتاع احمد مالك. مظبوط. الانفجار ده انا بصراحه ما سالتش حد يعني، قلت انا بقى هشوف الزاويه اللي تعجبني بقى وهصور انا حاجات كده. فجيت عملت كده، الانفجار ده كان قوي يعني، في تكنيك كده معين، انفجار ابواب مش عارف لفوق مش عارف ايه. المهم الانفجار ده كان من كل حته، انا اتفاجئت ان الاقي باب بيطير وازاز في كل حته. انا قلت ده بجد. لقيت نفسي واخده الكاميرا ونازله بيها، قلت لا ده انا خلاص، انا اليوم ده كنت هموت. انا عايزه اقول لك كان ازاز بقى في كل حته. ودخلتي على مامتك؟ انا رحت لماما وانا بشحم وازاز. اوبا. فهي بتقول لي هو انت كنت فين؟ انت كنت فين بالشكل ده؟ قلت لها ماما انا كنت بصور، انا في الشغل. قالت لي شغل ايه؟ قلت لها بصي ما انا هقول لك بقى، هو كان في كذا كذا، وبوريها المشهد على الكاميرا. قالت لي لا 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 ما فيش الكلام ده، انت تقعدي في البيت بقى، شوفي نشوف لك بقى، تطبخي بقى، تعملي اي حاجه. ما فيش الكلام ده، ما فيش تصوير، هاتي الكاميرا اللي في ايدك دي. خلاص. تعبت نفسيا هي في الاول يعني، كانت بتقولها بهزار، بس لقيتها بعد كده فعلا يا حبيبتي خايفه. تقول لي يا ماما انت بتحاول تفهمني ان انا بنت وان البنات ليهم طريقه معينه في حياتهم. لا لا يا طنط لا تقلقي، لا لا تقلقي، احنا الولاد برضو دلوقتي بقوا يحبوا البنت اللي بتعمل انفجارات اهو زي ما انتم شايفين، العربيات بتتقلب، فلا ما تقلقيش يا طنط. انجي باباكي الله يرحمه كان هو اللي علمك التصوير؟ هو بابايا الحقيقه هو شهيد شرطه، هو من زمان بيحب التصوير قوي، وزمان وانا صغيره كان يعني كان في بينه وبين مامتي اكيد قصه حب فظيعه، فكان بيصورها كتير، فكنت بشوف الصور دي حتى وانا صغيره ومش فاهمه هو بيصورها ليه. بعد كده طلبت منه ان هو يجيب لي كاميرا كده، جاب لي كاميرا صغيره كده وبدات تعلمني. فهو كان سبب ان هو يعلمك برغم ان هو كان بيشتغل في الشرطه وفي الحاجات دي كلها. الموضوع كان مختلف تماما بالنسبه له، بس هو بس في الاخر مطلع لنا حاجات. ده لسه بغداد. لسه بغداد. لا هو في بقى لسه بغداد جديد، انا كنت مصوره تحت الميه.
صور وانت بتصوري تحت المية؟ اه ده بقى كان الجديد بالنسبه لي في لص بغداد، نصور فايت سين تحت المية. لا لا احكي احكي اتفضلي احكي. إيه اليوم ده هم المفروض في مشهد او اكتر من مشهد طبعا في لص بغداد تحت المية. يعني انت كنت مثلا محطوطه هنا او انت كنت هنا في وقت انا بصور؟ انت اللي هنا. هو اكيد مش انا لوحدي يعني، كان في حد تاني طبعا. انا فاهم. الفايت دي كانت موجوده في الفيلم. اليوم ده كان درجه حراره 40 عايز اقول لك. وكدبت طبعا على اندرو ماكنزي، قلت له انا تمام وعايزه انزل الميه وبتاع. كانت بالنسبه لك اكسبيرينس؟ انا اصل لو ما جربتهاش دلوقتي مش هجربها، مش هعرف اعملها في اي حته تاني، محدش هيرضى يخليني اعملها. فزي ما بيقولوا كده في الزحمه كده دخلت له انا اقدر انزل، عايزه الجو برو وانزل بيها وبتاع. فقال لي انت تمام؟ قلت له انا تمام. عايزه اقول لك اليوم ده فعلا درجه حرارتي كانت 40، كنت عيانه جدا وما كانش ينفع طبعا انزل الميه، والدكتور بتاعي قال لي ما ينفعش وبتاع، بس انا كان لازم اعمل كده. نزلت وجربت الموضوع وبقيت مبسوطه. عايز اقول لك فضلت في الميه في اليوم ده مثلا من الساعه 5 المغرب، دي التدريبات طبعا بتاعت المشهد الميه، من الساعه 5 مثلا لغايه الساعه 4 الفجر احنا في الميه. وانت درجه حرارتك 40؟ ليه يا ماما؟ ما هو عشان اعمل حاجه جديده ما ينفعش. لا ليه، عايزه اسالك سؤال. خلاص هسالك سؤال. ليه بتقولي دلوقتي باي ذا واي كده في الكلام، بتقولي علشان انا لو ما عملتهاش دلوقتي مش هعملها قدام؟ هل مثلا في الفكر السائد ان ما دام البنت خلاص، ما دام انت عملتيه وكسرتي الحاجز فهيقولوا هاتها دي شاطره، انما لو ما عملتش دايما ممكن يبقى عند الناس يقول لك دي ما عملتهاش قبل كده، ازاي هنجيب بنت تعمل تحت المايه كده؟ فهل هو ده اللي انا مش هعملها ولا انت ايه؟ لا هو عندك حق، هو فعلا لغايه دلوقتي في ناس يقول لك ايه ده، ما خدي بالك انت بصراحه يعني شكلك إيه؟ انجي وطريقتك وصوتك وقعدتك ما يبينش ان انت بتعملي انفجار. لا ده هنا بس. ده هنا بس. اوكي. ده هنا بس. هنا بس كل اصحابي طبعا بيشوفوني في الانترفيو يقول لي ايه ده مش انجي، فين؟ لا مش هي إنجي. فين؟ مش انتي. لا هو فعلا لغايه دلوقتي بيقولوا لا جايه تعمل ايه؟ يعني برضه محدش واثق قوي برضه، يقول لك البنت يعني مثلا لسه قريبه في العنكبوت، لسه قريب من كام يوم بنصور حاجه، صار يعني نار بقى بتطلع من مكانه كده، فجي حد من الناس اللي موجوده من الكرو، تعالي بقى كده على جنب علشان ده خطر. هو انت يعني تطرفش حاجه ايجي شاذلي؟ قلت له خطر ايه؟ خطر ايه؟ انا عارفه انا واقفه فين وبعمل ايه، وكل شويه يا حبيبي هو واقف عمال انا بجد خايف عليكي، يعني حاولي تبعدي شويه، طيب خدي الكاميرا او اعملي. قلت له لا ما سيبني اركز، انا عارفه انا بعمل ايه، ابعد انت عشان الموضوع خطر عليك مش عليا. لا والله انت بجد يعني بجد بجد مثل البنت اللي هي كان عندها طموح وعندها حلم. على فكره كانت دكتوره جامعه، كانت بتدرس. مش دكتوره قوي يعني، كنت لسه بدرس وكورسات وحاجات. كانت لسه دكتوره يا سيئه دكتوره لسه يعني، كنت نفسي اعمل كده بس في جامعه، بس هي قررت اللي هي تمشي ورا حلمها لحد ما تصور، ولحد بقت اول مصوره اكشن نقدر نقول في مصر والوطن العربي. خليني اقول لك كمان ان في السينما من وقت ما ابتدت لغايه دلوقتي ما كانش في حاجه اسمها مصوره اكشن كذا او مصور اكشن كذا، فخلقت الكيان ده بالنسبه لي دي حاجه. طب عشان انا مبسوطه انت من دلوقتي في التترات بتنزل مصوره الاكشن انجي شاذلي. يا سلام، مصوره الاكشن انجي شاذلي كانت مشرفاني ومنورانا في شارع النهار. انت شرفتيني ونورتيني يا انجي. انا اتشرفت بيك جدا ومبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده، وانا مبسوط جدا جدا جدا. فقرات كتيره قوي في شارع النهار على قناه النهار. ابنك بيحلم انه يربي ديناصور او نمر في البيت.
اصحابك فلافي بيرد. يعني هو قوي علشان النار. وانت بتحب اكتر الكلب ولا بتحب ايه؟ الكلب. بتحب الكلب اكتر بالسمك؟ عشان السمك بيموت. بتحب السمك عشان السمك بيموت؟ ايوه بس انا كنت عندي كلب وبوت ومات. اوكي بس حرام انه مات. ايه اكتر نوع كلب بتحبه؟ جولدن ريتريفر. وانت يا حمزه؟ جولدن ريتريفر برضو. انا بقى عايز اقول لكم ان انا بقى مع شرفني ومنورني. اسمك ايه؟ محمد. ايه؟ ما انت لسه قايل اسمك قد كده دلوقتي. محمد عبد المطلب صلاح. وانت اسمك ايه؟ حمزه محمد. حمزه محمد. بص بقى انا النهارده مشرفني منورني حمزه ومحمد الاثنين مع بعض. قررنا ان احنا نلعب لعبه زي ما انا معودكم طبعا. اللعبه من فلافي بير. ليه دايما مختارين او فقره انا اخترت اللي عملتها الاسبوع اللي فات كان فقره انا اخترت فلافي بير. فلافي بير لانه هو السلوجن بتاعهم وي بلاي تو ليرن. يعني احنا بنقعد نلعب اوكي بس احنا بنلعب علشان ايه؟ علشان نتعلم. وقلنا المره اللي فاتت طريقه كذا لعبه. الشاشة؟ ايه بقول حمزه بتبص على الشاشه. لا ما بصوش. انت بصولي انا. ايوه ماشي. فعلشان كده احنا بنلعب علشان نتعلم. اللعبه اللي معانا النهارده دي عندنا كذا لعبه. انا كنت لسه بتناقش انا وحمزه وانا ومحمد ايه اكتر الحيوانات اللي انتوا بتحبوها. فهو قال لي سمك وبعد كده قال لي كلب وكنا شويه بنتكلم عن الديناصور. فقلنا ان احنا النهارده هنلعب لعبه اسمها زي ما انتم شايفين كده اوجمانتد رياليتي. ايه بقى الاوجمانتد رياليتي دي؟ اوجمانتد رياليتي اللي هو الحاجه الحقيقيه على شكل مجسمه. يعني هي هتبان قدامنا ما يبقاش الحاجه عندنا اوكي بس هنعملها على شكل مجسم زي ما انتم شايفين اهي اوجمانتد رياليتي. برينج بازلز تو لايف. يعني نجيب البازلز دي للحياه ان هي هتحصل بالظبط. بص بقى يا سيدي احنا النهارده انت بتحب البازلز ولا لا؟ بتحب البازلز ولا ايه يا حمزه؟ النهارده احنا المفروض ان احنا كوننا البازلز دي. الغرض من اللعبه دي حاجتين. اول حاجه اكتر اللعبه بقى هي البازل. ايه اكتر لعبه بتحبها البازل؟ ايه شكل البازل اللي انت عملته قبل كده وعجبك؟ فكر. هو شكل كده ساعات كده في بتاع كده فيها فواكه وبركب الحروف فيها. فواكه وفيها حروف. انت عندك كام سنه؟ ايه ما بتقولش سنك؟ مش تقول سنك؟ طب هاي فايف تاني. يلا حمزه انت عندك كام سنه؟ سبع سنين. احلى حاجه في فلافي بير اللي هو احنا بنلعب عشان نتعلم ان هو ده بالظبط اسمه التواصل الاجتماعي. عندي ست سنين. خلاص ست سنين؟ لا مش مصدق انهم ست سنين. مش مصدق هم خمس سنين. لا والله خمسه ما تحلفش. لا والله خلصت الخمسه وجيت على سته. طب يلا ايش يبقى احنا عندنا ست سنين وسبع سنين. هو ده بقى اللي اسمه ايه؟ ده اسمه التواصل الاجتماعي من فلافي بير. ان احنا الثلاثه احنا قعدنا زي ما انتم شايفين عملتوا اللعبه اللي هي بتاعه الديناصور. اللعبه دي اسمها اوجمانتد رياليتي. اوجمانتد رياليتي زي ما مكتوب كده برينج بازلز تو لايف اللي هي بتخلي البازل اللي احنا شايفينه ده يبقى حقيقه. ازاي بيبقى حقيقه؟ ساعات كثيره جدا بيبقى في اطفال بيحبوا يلعبوا على الايباد او بيحبوا ان هم يلعبوا العاب على الايباد او على التليفون. فازاي بقى نجمع ما بين الاثنين؟ ازاي نجمع ما بين ان هما الاثنين يلعبوا ويعملوا بازل؟ هل انت ممكن تشوف ديناصور حقيقي؟ ايه بس؟ لا. طيب لا. طب انا بقى هخليك تشوفه بقى حقيقي دلوقتي. بص بقى يا سيدي احنا النهارده بندخل على ابلكيشن. بندخل على الابلكيشن اسمها فلافي بير. بندخل عليها منين؟ ان احنا ده الكيو ار كود اللي هو ده الكيو ار كود. بندخل عليه على طول بيجيبنا على الابلكيشن. بنقوم عاملين ايه؟ بنقوم جايبينه كده. هشرح لكم بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي بالظبط يا محمد ويا حمزه. خلاص بص يا سيدي بنيجي هنا ده فلافي بير خلاص. وبتبقى على طول اللعبه اسمها اوجمانتد رياليتي بازل. بنقوم جايبين على البازل. احنا ده اسمه ايه؟ ديناصور. قول استعالي. ديناصور. خلاص هنا هندوس على الديناصور. اوكي اهي هندوس على الديناصور. هيحمل لنا علشان نشوف بعد كده هنعمل ايه. الغرض من ده ان انا عايز اوريكم ان الاطفال هيتعلموا بشكل غير طبيعي كل حاجه تخص واحد من الست حيوانات. زي ايه؟ زي النمر. محمد بتحب النمر؟ ايه اكتر حاجه بتحبها في النمر؟ عشان هو قوي. ان هو قوي. وانت يا حمزه؟
عشان بيعرف ينط من الدوريات اللي فيها النار. اه بينط الدوريات اللي فيها النار. طب بصوا بقى كده، هيبصوا على الشاشه ادي كده. فجاه بعد ما كنت شفت الديناصور، شفت الديناصور، شفت دي اهو. لا لسه بقى الديناصور هيدخل دلوقتي اهو اهو. الديناصور دلوقتي المفروض ان هو هيدخل دلوقتي. بص يا حمزه، تعالى يا حمزه قوم اقف، اديله اوردر ان هو يشرب اهو اهو. بص اهو الديناصور يا جماعه، هو هنا بيعلم اللي بيلعب اللعبه ان هو يشرب. هنقوم عامل ايه تاني دلوقتي؟ دي لعبه بص بنصور ايه؟ دي لعبه بص بنصور البطل بالظبط. لا هي مش بتصور البازل يا محمد، هي بتخلي الديناصور يطلع قدامنا زي ما انت شايف دلوقتي، وبتقول له دلوقتي ايه؟ دلوقتي هقول له ايد. ده جسمه زي الحقيقي بالظبط، فعلشان كده حركاته بتطلع زي الحقيقي. يعني انا دلوقتي هقول له يعمل الصوت بتاعه. لو انتوا شايفين اهو حالا هيعمل صوت اهو. بديله اوردر تاني، عمل الصوت بتاعه. انا ومش كده وبس، هو ده بيديه يعلم الاطفال كل حاجه عن الديناصور. يعني الاسم العلمي للديناصور تيراناسورس ريكس باللاتينيه ملك السحالي الطاغيه، وتختصر تي ريكس، وهو ديناصور ضخم من اقوى واشرس الديناصورات الاكله للحوم. بيعلمهم كل حاجه بثلاث لغات، الانجليش Latin scientific name تيراناسورس ريكس known as تي ريكس in Latin means the tyrant king of lizards. وبالفرنش le nom scientifique de dinosaure tyrannosaure rex en latin le roi des lézards tyrans son abbreviation est T-Rex. طيب لو احنا بصينا دلوقتي على الاوجمانتد رياليتي دي، اوكي خلاص احنا بصينا عليها دلوقتي وبنقول ان اللعبه دي فيها كذا حاجه. فيها ايه؟ انا عايز اطلع طيب اللعبه دي فيها كذا حاجه. انا لسه هدخل دلوقتي على لعبه ثانيه زي الكلب. فيها اول حاجه ان هما الاثنين الطفلين اللي معانا بيقدروا ان هما يعملوا البازل مع بعض، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هما بيعلموهم مصطلحات الكلام. يعني النهارده لما بتيجي نتكلم بالعربي وبالانجليش وبالفرنسي، بالعربي والانجليزي والفرنساوي، ازاي الديناصور بيعمل ايه، بياكل ازاي، فدي طبعا حاجه مهمه جدا. ان هو بيبقى مجسم يكاد يكون واخد من الشكل الحقيقي والصوت الحقيقي والحركات الحقيقيه، فهيئه حاجه اوجمانتد او حاجه حاجه كانها بازلز اللي هي الاوجمانتد رياليتي بازل. فده هيعلمهم برضو حاجه، وان هو يعلمه ان هو يدي اوردر ياكل او يشرب او يتمشى او كده. انت لسه كنت بتقولي ان انت بتحب الكلب جدا صح؟ طيب هات لي بقى لعبه الكلب اللي عندك. ايوه انت بقى اللي هتعملها معايا. ادي الكلب اهو. بصوا بقى اللعبه مبدئيا 5 بلس، يعني من اول 5 سنين، فاحنا عندنا 6 سنين اهو وعندنا 7 سنين. طيب دخلنا على الابلكيشن، فين ده اسمه ايه؟ دوج. دوج فين بقى الدوج هنا؟ اهو اهو. مش انت قلت ان انت بتحب الهاسكي؟ الهاسكي يلا. اوكي طب انت مش انت كنت لسه بتقولي انك انت بتحب الدوج اكتر حاجه. انت من هنا هتقدر تتصور مع الدوج وتبعت صور لكل اصحابك، تعرف كده يا حمزه؟ هقول لك الكاميرا فتحت اهي، هنبتدي بقى اعملها لكم. بص بقى اهي اهو، ابتدى هنا الهاسكي يطلع بيتمشى كانه بالظبط بالظبط هو اللي بيكلم الحيوان، ويبتدي هنا يقول له يلا بارك. كده بيديله اوردر تاني يقول له مثلا سيت او بلاي، دلوقتي هيبتدي يلعب. بيبتدي يلعب اهو، بيلعب بالكوره. تعرف معلومات كتيره يا محمد عن الهاسكي ولا لا؟ معرفش. طب انا هعرفك اكتر دلوقتي اهو. كلاب الهاسكي هي نوع من انواع الكلاب تشبه الذئاب في مظهرها، كما انها تعد اذكى انواع الكلاب وموطنها الاصلي سيبيريا، حيث كانت تستخدم لرعي حيوانات الرنة وأيضا في نقل الأحمال متوسطة الحجم لمسافات طويلة خصوصا في فصل الشتاء.
حيث كانت تصل ونقدر كمان بلغة ثانية was used in grazing the husky dog and also in transporting medium sized goats les chiens husky servaient à surveiller les rennes et à transporter les poids moyens à de grandes distances notamment en hiver où la température كلاب الهاسكي طيب هي دي ثلاث حاجات بثلاث لغات انا عايز اقول لكم في ناس كتيره جدا ممكن تفتكر ان احنا جايبين حاجه اسمه اوجمانتد رياليتي بازل والاطفال من اول سن 5 سنين وان هو بيتكلم ثلاث لغات العربي والانجليزي والفرنساوي ان هو بيعلمهم يعملوا البازل وبعد كده من الحاجات الثانيه ان هو بيعلمها لهم ان هم بيعتمدوا على نفسهم علشان بيبتدوا يقولوا للحيوان المجسم اللي مش موجود حقيقي اوردرات كل اشرب العب اقعد اقف اعمل حاجات كتيره جدا المنتج ده اللي مخلينا مهتمين جدا جدا بيه انه الابلكيشن اللي معموله مصريه 100% الصناعه مصريه 100% كل الحاجات اللي فيها نقدر نقول صنع بفخر في مصر again we play to learn يعني احنا بنلعب علشان نتعلم نتعلم ايه نتعلم التواصل ان احنا النهارده هم هيقعدوا يعملوا مع بعض بازل غير ما يبقى في واحد ممكن لا قدر الله طول ما هو ماشي ده الكومفورت زون بتاعه بيبقى ماسك التليفون بيقعد يلعب بيه وخلاص انما ما نبقى حاجه جماعيه كلنا بنعمل فيها بازل وكمان علشان ما نروحش بعيد خالص عن التكنولوجيا او كده فبقت اوثنتيكيتد او بقى معاها الايباد ونقدر نتصور بيها انا هسه هتصور بيها دلوقتي تصور بيها والنهارده لو في اي حد عايز يجيب كل حاجه فلافي بير يقدر يروح معرض الكتاب او يدخل على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك انا بحاول دلوقتي اوريك ان مثلا ممكن نتصور بده انا هحاول اعمل كده اهي ادي كده الكلب اللي هو الهاسكي هفتح الكاميرا اهو الله دي تحفه بس انا عايز اشوف بقى هصور انا بحاول ارفع بس نقدر اهي ادي الصوره كده صورنا الهاسكي بس انا لو كنت واقف في زاويه صح او لو هي كانت صح كنت اقدر اتصور معاه وابتدي بقى ابعته لكل اهو كلب الهاسكي اهو سوري كده اهو واقدر ابعته لكل الناس على بقى على مواقع التواصل الاجتماعي وكده لان هي فعلا بتنمي الذكاء جدا ايه اكتر لعبه حبيتها يا محمد الديناصور اكتر ولا الهاسكي وانت هاسكي ايه اكتر اوردر لما انت تيجي تدخل كده في بقول لك ايه امسك كده امسكها كده قوم اقف 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 امسك كده بس هحاول اعمل حاجه استنى بس ما اشوف الهاسكي تعرف تيجي كده يمين استنى بص انت ايه رايك ماسك الهاسكي ايه ماسك الهاسكي حلوه الحقيقي ماسك هاسكي حقيقي صح مبسوط تبعتها لاصحابك بص طب يلا امسك انت امسك انت تحب السمك ولا تحب الهاسكي هاسكي يلا ادي لك صوره مع الهاسكي وهبعتها لك دلوقتي امسك استنى انا هحاول اعملها لك اهو استنى لا بص حاول بقى ايه ادخل يمين او شمال يعني اعمل انزل بيها تحت شويه انزل بيها تحت شويه طيب بص كده بص ناحيتي بص ناحيتي ايوه بص بقى لتحت استنى هديك بقى صوره تحفه ايه رايك بص يا محمد بص حمزه اهي هو مش باين لا باين انت بس اللي عايز صورتك اللي تبان ايوه اهو رز ايوه جسمه شفت بقى الاول انا مصوره ما شفتش الجسم لا انا بقى هبعت لك كل الصور دي يبقى احلى النهارده يقدروا يتعلموا كل الخطوات بتاعه الحيوانات اجسامهم اشكالهم بيعملوا ايه حاجه مجسمه كانها حقيقيه باللغه العربي والانجليش والفرنساوي يقدروا يلعبوا مع بعض البازل يبتدوا ينقلوها يقدروا يتصوروا بيها منتج 100% مصري موجود دلوقتي في معرض الكتاب وي بلاي تو ليرن احنا بنلعب علشان نتعلم مش بنلعب بس لوحدنا علشان يبقى فيه الانفصال الاجتماعي بالعكس هو التواصل الاجتماعي المهم اللي يبقى فيه التكنولوجيا اللي هي فيه لعبه اوجمانتد رياليتي بازل من فلافي بير فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار استنونا
ورجعنا لكم الفاصل وفقرة موارد، فقرة نصايح الحاجات الطبيعية أو البشرة والشعر والجسم. النهاردة عايز أتكلم على البشرة الدهنية. البشرة الدهنية فيها عيوب وفيها مزايا. أكتر ميزة للبشرة الدهنية هي أكتر نوع بشرة بيقل فيها التجاعيد، ما بيبقاش فيها التجاعيد كتيرة لما البني آدم بيكتر. طيب مين أكتر بشرة هي عرضة للتجاعيد؟ هي البشرة الجافة. ليه؟ لأن الجافة بيبقى فيها بعد ما بتجف بتسبب إن هي بيبقى فيها شقوق، فبالتالي بتسبب التجاعيد. ممكن يبقى في بنت بشرتها جافة وبنت بشرتها دهنية، الاتنين في نفس السن والاتنين واقفين جنب بعض، بس اللي بشرتها جافة نحس إن في الخطوط الرفيعة أكتر من اللي بشرتها دهنية. ليه؟ لأن البشرة الدهنية فيها زيوت، فربنا حبيها بأن هي فيها ترطيب طبيعي على عكس البشرة الجافة. فعلى غرار ده بقى نقول إيه؟ نقول البشرة الجافة لازم يبقى فيه ترطيب، على حسب طبعا بشرتك الجافة جافة حساسة ولا جافة عادية ولا جافة جدا جدا. طبعا بنستخدم زبدة الشيا للجافة جدا جدا. الجافة الحساسة بنستخدم حاجة زي جل الصبار وحاجات تانية كتيرة هقولها على البشرة الجافة في الحلقة الجاية. بس النهاردة خليني أتكلم على البشرة الدهنية. أول حاجة هي أقل نوع بشرة عرضة للتجاعيد. واحد أكثر أنواع البشرة عرضة للحبوب، فدي حاجة لازم ناخد بالنا منها. دي بقى من ضمن العيوب. لو انت ما اهتميتيش بيها كويس جدا جدا جدا، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان كتر الزيوت اللي بتطلع على البشرة ممكن تسد المسام. مفهوم خاطئ 100%. ان اصحاب البشرة الدهنية بيقولك انا مش هستخدم مرطب. ليه؟ علشان ما يدهننش وشي اكتر. لا، البشرة الدهنية لازم طول ما انت مش بتحط لها حاجة بتطلع اكتر. اول ما تحطي حاجة خارجية من بره توقف. بمعنى ان انا النهارده لو جبت مرطب مخصوص للبشره الدهنيه، خليني اقول مثلا نصيحه زي ايه؟ 2 معلقه كبيره ميه ورد، 1 معلقه كبيره جليسرين. اوكي، 2 معلقه كبيره ميه ورد، 1 معلقه كبيره جليسرين. هل ده فيه زيوت؟ لا، ده اسمه اويل فري مويسترايزر او مرطب خالي من الزيوت. ممكن استخدمه واحطه على الوش. اول ما استخدمه ايه اللي بيحصل؟ البشره تعرف ان في حاجه حامياها فما تقومش مطلعه الزيوت. من اكتر الحاجات الرائعه للوش الدهني حاجه سهله جدا، فيها فيتامين A وفيها فيتامين C وفيها حاجات رائعة ومواد رائعة للبشرة. هي ايه؟ الطماطم. انا دلوقتي باخد السورس بتاعي بتاع الفيتامين سي للبشرة على الطماطم. الطماطم دي بتعمل ايه؟ اللي انتوا شايفينها دي، الطماطمية دي بتعمل ايه؟ اقل منها كمان. بدل ما اروح اجيب الكريم او الماسك للبشرة الدهنية، اكتر حاجة بتعملها 3 حاجات. تخيلوا بقى الطماطمية بتعمل ايه؟ بتفتح البشرة. طبعا مش هتخليكي، مش انت هتبقي سمرة هتبقي خلاص بقى بيضة جدا، لا، بترجعك اللون الاولاني قابض للمسام. يعني ايه؟ يعني لو انا النهاردة المسام بتاعتي واسعة، ايه اللي بيحصل؟ بيخليها اكثر انقبادا. تالت حاجة بتسحب الدهون وبتروق الدهون. هعمل ايه بقى في الطماطمية دي؟ يا ايه حاجة من الاتنين، يا الا اقوم جايب الطماطمية مقشرها كده اوكي، واقوم مقشرها رفيع جدا جدا كده، وابتدي احطها على وشي اهي بالطريقه دي. هبتدي انا اعمل ايه؟ اهي كده ابتدي احطها على وشي، على كل الوش. طيب لدرجه ان انا لما اعمل كده ما تقعش. ليه؟ باخد الميه وباخد البلب او اللي هو ده، باخد ده المهم جدا خلاص، وببتدي احطه على كل وشي لمدة قد ايه؟ لمدة من 15 ل 20 دقيقة. هو ده بيسحب كل الدهون وبيخلي البشرة اكثر انقباضا. طبعا مفيش حاجة اسمها بتسد المسام، لانها بتسد المسام دي معناها ان احنا رحنا فسلامة. وبعد كده بيروق جدا جدا البشرة الدهنية. ماسك الطماطم اعملوه، يا الا عصير الطماطم مقطنة وتحطوها على الوش، يا الا تقطعوها رفيعة جدا زي ما انا عملتها. ابعتولي اي اسئلة او استفسارات او نصايح او اخطاء او وصفات على حسام المراغي او على اللينك اللي طالع قدامكم دلوقتي على الشاشة. فقرات كتيرة جدا 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 شارع النهار على قناة النهار. و
ورجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي هنتكلم على الافلام اللي نزلت السوق دلوقتي. هيبقى مشرفني ومنورني في شارع النهار الناقد الفني احمد سعد الدين. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. افلام كتيره جدا نازله دلوقتي في السوق، بس في نفس الوقت مش ده وقتهم. يعني عاده بتبقى الناس بتبقى او الفنانين بيبقوا انترستد اكتر ان هم ينزلوا الافلام في وقت الصيف، في وقت الحاجات دي كلها 6 افلام ويمكن يبقى في اكتر موجودين دلوقتي. ايه رايك في الموضوع ده؟ هو موضوع حكاية الأفلام مش في وقتها، لا، في عندنا مواسم على طول السنة ولكن ليها أفلام مختلفة عن الأخرى. أوكي. بمعنى عندي مثلا مواسم الأعياد كان مسيطر عليها الصبغة الكوميدية، في السنتين الأخيرتين أصبح الأكشن هو المتقدم. عندي الأفلام اللي بتبقى محتاجة جزء من انك تقعد وتفكر وتشغل مخك بشكل اكبر، دي بتبقى في شهر 2 او شهر 3 حسب الوقت. في بعض الافلام اللايت بتنزل في موسم نص السنة او موسم الكريسماس، وده بيبقى برضو فيها صبغة كوميدية ولكن الاكشن سيطر على كل حاجة في الوقت الحالي، باستثناء فيلم وحيد كان بيغرد خارج السرب. اللي هو ايه بقى؟ بنات ثانوي. بنات ثانوي. طيب قبل ما نتكلم على بنات ثانوي والافلام بتاعت الاكشن وكده، هنشوف اول تريلر وبعد كده نرجع لكم تاني من اول فيلم. بطولة شبابية، فيلم بنات ثانوي من انتاج احمد السبكي، وطبعا في بنات كتيرة جدا جدا شباب، جميلة عوض، محمد الرجالة، طبعا محمد الشرنوبي، مي الغيتي، هدى المفتي، معيان السيد، ايمن وهنادي مهنا، وطبعا مهران، ومن تأليف ايمن سلامة واخراج محمود كامل. اعتقد ان هو فيلم جيد يغرد خارج السرب تماما، وده بيديله دفعة للأمام بشكل كبير جدا على المستوى النقدي أكتر كمان من الشباك. ليه؟ لأن أنا جايب مجموعة شباب، دي حاجة، مجموعة متكاملة. الحاجة التانية، السيناريو هنا كان ماشي بشكل جيد جدا. أنا بصيت لشريحة بالنسبة للجميع تعتبر مهملة في السينما، دايما احنا عندنا الشريحة الأكبر عمرا ومشاكلها لبعض الأسر الموجودة. ليه أنا ما شوفش هذا الفيلم واخد منه عبرة؟ ليه ما شوفش هذا الفيلم وابتدي أراجع نفسي وأصلح لو في أي قصور في العلاقات الأسرية؟ ليه ما صلحهاش؟ ليه أخد الجانب السيء؟ عجبني جدا الناقد الفني أحمد سعد الدين قال 3 محاور رئيسية في فيلم بنات ثانوي. الفيلم خارج السرب، الفيلم بيقول انتبه لمشاكل البنات، وفي نفس الوقت بيخلينا احنا او الامهات او كده بيقولوا بالرغم ان بناتكم صغيرين بس مشاكلهم كتيرة. مشرفني ومنورني باتصال دلوقتي مخرج الفيلم محمود كامل. الو. اهلا، مساء الفل، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. زي الفل الحمد لله. استاذ محمود، احنا معانا دلوقتي مشرفنا الناقد الفني احمد سعد الدين، ويعني بيتغنى بالفيلم وبيقول عليه ان هو خارج السرب، وبيقول عليه فيلم ليه رساله مهمه جدا، انتبهوا ايها الاولياء الامور وكل الناس، بالرغم ان البنات سنها صغير الا ان مشاكلها كبيره لازم ننتبه لها. يعني بصبح عليكم الاول وبصبح على احمد طبعا. محمود ازيك؟ عامل ايه؟ احمد ناقد كبير. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ حبيبي يا محمود. والله احنا يعني الفيلم عارف يا حسام، هو بيبقى واحمد طبعا هيبقى فاهم اللي اقصده، هي بتبقى معادله صعبه قوي، وانت بتبقى في موقف صعب طول الوقت وانت بتحاول تعمل فيلم هادف وليه معنى، وبتعمل حاجه ليها قيمه، وفي نفس الوقت بتحاول ان انت تبقى حقيقي وصادق قوي على قد ما تقدر. تشرفني في شارع النهار نتكلم اكتر على فيلم بنات ثانوي وعلى الفيلم الجاي. انا عارف ان في فيلم مع الفنانه منى زكي، ده شرف ليا جدا. استاذ محمود كامل اشكرك جدا جدا على ربنا يخليك. شكرا انك صاحيين بدري كده، دي حاجه ظريفه والله. يعني لا، انت بس اللي بتصحى متاخر، الساعه دلوقتي داخله على 6، ها؟ احنا شارق النهار، الساعه داخله على 6. فاشكرك جدا جدا يا استاذ محمود. ندخل بقى في الفيلم اللي جاي لان احنا لازم نسرع. معلش انا عندي ملاحظه صغيره. يا باشا اتفضل. هذا الفيلم بيفكرني كده بفتره نهايه الخمسينات وبدايه الستينات، كان في فيلم اسمه احنا التلامذه، وكان برضو بيلقي الضوء على مشاكل الطلبة
أولاد في الوقت ده اللي هو من حوالي 60 سنة. احنا ليه كل فترة ما نعملش هذه النوايا؟ ودي دعوة من شارع النهار لكل الناس اللي بتتفرج علينا القائمين على صناعة السينما، ان لازم نشوف مشاكل المشاكل المراهقين بصفة عامة والبنات بصفة خاصة. تشوف دلوقتي التريلر بتاع لص بغداد. تعرفي عن الاسكندر باب؟ مش كتير. الاربع تماثيل اللي اسكندر خبى فيهم مفاتيحه الاقيهم فين؟ كل ده عشان الماسك. اهرب يا يوسف، اهرب دلوقتي. قومتنا ليه؟ اوعدني ان احنا لما نلاقي مقبرة الاسكندر مش هنسرع. يلا تكريت تكريت واللي جاي تكريت. بغداد، لسه بغداد طبعا بطولة فنان محمد إمام، إخراج أحمد خالد موسى، ياسمين الرئيس، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، أحمد العوضي، طبعا مع حفظ الألقاب. فيلم بتدور أحداثه حوالين مجموعة بيدوروا على الكنز المفقود. هذا الفيلم ممكن ألخصه في كلمتين، إن أنا قدام متعة بصرية ولكن أضعف حلقة فيه هو السيناريو. أنا بتكلم على متعة بصرية في الأكشن مصروف عليه جامد، معمول بشكل جيد جدا إن لم يكن ممتاز كمان. بيعتمد على كوميديا الفارس اللي هو الأكشن معمول حاجة. بشكل ممتاز الأكشن ممتاز أوكي. ولكن أضعف حلقة في هذا الفيلم هو السيناريو. بس هو حضرتك هو كنز مفقود بقى، ويعني المفروض بيبقى بس سوبر يعني لايت. محتاجين شوية، لو السيناريو كان تقعد عليه شوية كان بقى أفضل من كده. دايماً إحنا بنبحث عن معادلة إن أنت يكون سيناريو جيد مع فيلم أو عناصر أخرى جيدة، ما يبقاش عنصر طاغي على عنصر. هنا نجاح هذا الفيلم قايم على الأكشن وتحديداً التصوير والكروما، الحاجات اللي اتعملت، ثم بعد كده بعض الإفيهات الموجودة من محمد عادل إمام ومحمد عبد الرحمن. وهذا الفيلم خدم محمد عبد الرحمن بشكل أكبر بكتير من أي نجم آخر. تديله كم من 10؟ يعني برضو في حدود 6-7. ولو خرجنا السيناريو؟ ما لا، لو خرجنا السيناريو، لو نتكلم على مشاهد الأكشن توصل ل 9 من 10. أنا آسف، بنات ثانوي كم من 10؟ لأن احنا نسينا نقول بنات ثانوي ياخد 9 من 10. 9 من 10. لأن الفيلم كان جيد ولكن عنده النهاية السعيدة اللي احنا دايما نخدها. سريعا بقى نتكلم على بقية الأفلام. فيلم يوم وليلة، نشوف مع بعض فيلم يوم وليلة. صباح الخير يا عم حنف، ازاي يا عيالك؟ صباح الفل حبيب زملاتك، سجايرك، فطارك، محاضرك. معلش يا دكتور، النهارده المولد والناس ملخومه. حل عني احسن، افرج عليك خلق الله. ما تجيبيش سيره النبي عليه الصلاه والسلام على لساني. اخويا شاب وراجل ويعمل مبادئ. بجاتي في القاموس يعني السيطره. محدش راضي حد هنا الا ما ياخد مني الصبر. هو انت هتنقطني بالكلام؟ مفهوم. لو معكيش فلوس خرجيه من المدرسه وعلميه صنعه. لا لا، هبيع نفسي هعلمه. عيل ايه اللي تربيه في الظروف دي؟ فيلم يوم وليله بيتكلم على ازمات الفقراء، طبعا بطوله النجم خالد النبوي، وطبعا هو احنا سامعين ان هو تعبان، فربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه. احمد الفيشاوي، دره حنان مطوع، خالد سرحان، ميدو عادل، حمزه العيلي، من تاليف يحيى فكري واخراج ايمن مكرم. هذا الفيلم بيدور احداثه كلها في حوالي 14-15 ساعه، يعني فيلم اليوم الواحد، تمام؟ عشان كده اسمه يوم بليله. اليوم ده فيه مولد السيده، وهنا عندي أمين شرطة حالته الاجتماعية فيها مشكلة، إن عنده بنت يعني بتتعامل تعامل خاص أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل ما، ومع ذلك بيحاول إن هو يمشي بما يرضي الله ويصلح أو يقدر إن هو يمسك كل المشاكل الموجودة اللي بتحصل في ليلة